إشكال فعلا. نتعاملوا معه ونتعاونوا معه. ونعطيو بعض الأمثلة إلا سمحتي لي، مثلا فيما يخص المرأة والأسرة اللي يلا تكلمنا عليهم، النفقة. كثير من النساء اليوم كيتشكاو حيت الأحكام لا تنفذ، الاقتطاع من المنبع ما كيكون غير في بعض الحالات اللي عاوتاني خصها تمشي دير ترفع دعوة واحدة أخرى. وصلوا اليوم حالات نساء اللي يعني كيديروا المستحيل باش يعيلوا الأسر ديالهم. الزواج الفاتحة اللي تقفل الأجل الأخير ديالو في 2019، وحنا كنعرفوا أنه من 2019 لدابا كاين عدد ديال الوليدات. خليني نمشي واحدة واحدة. اللي هما واخا نمشي واحدة واحدة. بالنسبة للنفقة الآن، لأنه بعد الخطاب الملكي لمراجعة المدونة، هذه القضايا كلها غادي تناقش في المدونة. غادي نطرحوها احنا من موقع وزارة العدل على النقاش اللي غيكون في المدونه. كان هذا سؤال احد الاسئله، واش غتاخذوا نتوما المبادره في تعديل مدونه الاسره ولا كاين شي؟ لا مازال ما كاينش قرار، الموضوع هذا يناقش ومازال ما كاينش قرار. شنو هو الاجل؟ ما عنديش اجل، لان هذا موضوع يهم جلالتي، فما كاينش اجل. ولكن نقول لك هذه مواضيع احنا كنناقشها في وزاره العدل، وكنفكروا باش حيت يتقرر ما هي طبيعه المجال اللي غادي يشتغلوا فيه. الموضوع اولا بالنسبه للتنفيذ، احنا عندنا صندوق الكفاله، هذا صندوق الكفاله سنوسعوه باش يولي. كان سابقا كتجي المراه كتطلب اننا ما حصلش على النفقه، كتطلب التعويضات اللي كتعطيها في صندوق الكفاله. نعم. دابا الان عينت تقريبا 100 مساعده اجتماعيه، عاد عندنا المساعدين الاجتماعيين السابقين غادي يوليو يديروا هذا العمل هما، حيت وصل الملف ديال الطلاق ويكون الحكم بالطلاق تمشي تنفذ. اذا كان اشكال هذيك المساعده الاجتماعيه هي اللي تمشي دير الاجراءات باش توصل ديك السيده الحقوق ديالها. بالنسبه للازواج، بالنسبه للزواج القاصر، هذا المشكل، او الزواج الفاتحه عفوا، ثبوت الزوجيه. عندنا دواء دوليه في الشهر، اعتقد شهر يناير، غادي نشوفوا التجارب الدوليه في هذا الموضوع. مصر كتعرف اش داروا؟ داروا تجريم. اذا الاب زوج بنته هي قاصر، او الزوج او الشهود، يعاقبون بعقوبه سجنيه. واش حنا نمشيو في الاتجاه ندير عقوبه سجنيه على تزوج القاصر، ونوليو نحاكموا الاباء ونحاكموا الشهود ونحاكموا العدول اللي داروا هذا نقاش كاين. ولكن نقول ما فيش اختلاف هو ضروره توقف هذه الظاهره، لان كانت مئات الالاف كتزوج في مصر الان، وصلوا ل 20، وصلوا العدد 20 في الشهر. نعم. فهذه التجربه ها هي كاينه. كاينه تجارب اخرى دارها في امريكا اللاتينيه، اللي هي دعم المالي للاسر. الدعم المالي الى زوج القاصر ما تيتسحب منه ذاك الدعم المالي، تيربطوه بالدعم المالي اللي كنا كتكلمنا عليه. نعم. الى غير ذلك. فهذه كلها نحن واخدين بجدية هذا الموضوع، والمنظمات الدوليه. هنا عاود نسولك، واش كاين شي اجل؟ لا احنا ما كنشتغلوا عليه، لانه المدونه وليدات المغرب عدد منهم اللي اليوم. واخا نعطيك انا السؤال، ما مسجلينش في الحاله المدنيه. السؤال افضل من هذا. دابا كنعطيو في الكفاله، هذاك صندوق الكفاله كنعطيو التكافل الاجتماعي، كنعطيو مبلغ مالي المطلقه اللي عندها اطفال اذا كانت الزوج ديالها ما عطاهاش الطلاق. ايوا، وهذيك الام العازبه اللي عندها اطفال، لان حتى عطوا الفلوس ما كنعطوهمش للمراه، كنعطوهم للاطفال. نعم. وهذيك الام العازبه ما نعطوهمش هذاك الطفل، خليو ذاك الطفل يطلع للزنقه، جا في ظروف ماشي هي هذيك، وعاودوا نزيدوا واخا. طيب نزيدوا نكرسوا الازمه. السيد الوزير، في هذه النقطه ديال هضرتي على الامهات العازبات وكذا، الموضوع ديال القانون يعني الجنائي، واش ما تعطلش بزاف؟ يعني الموضوع منذ اصلاح العداله والتجربه ديال الوزير السابق، وانت ما عطيتيش الاجر في اخر اللقاء، واش مثلا الماساه ديال الطفله مريم في ميدلت، واش ماشي هذه وحدها تكفي انه التعجيل بهذا؟ لا ما تعطلش، او استعاد النظر في الاجهاض. التعقيدات كتدفع البنات الى يمشيوا لذاك الاجهاض الشعبي. خصو يتعاد النظر، هذو مطالب المجتمع المدني، انتم واش عدتوا النظر؟ لا لا لا، ونهضروا على هذا الموضوع. اسمحوا لي، عندنا فاصل خصنا نعملوه ونرجعوا لقانون الإجهاض، لأنه ملف مهم جدا، لا سيما أنه ما يفوق 700 عملية إجهاض سري في المغرب اللي كدار يوميا. نواصلوا بعد الفاصل. ديما تحية لكم مباشرة على راديو أصوات في هذا اللقاء الخاص، اللقاء الاستثنائي اللي كيجمعنا عبر الأثير مع وزير العدل والحريات الأمين العام لحزب البام الأستاذ عبد اللطيف وهبي. دائما لقاء مفتوح ومباشر اللي كتبعوه معنا على كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة براديو أصوات، وأيضا بشريكنا الجيدة الإلكترونية الموقع اللي طبعا العمق. وكنحيي دائما مدير النشر
النشر ديالها الأستاذ والصحفي محمد الغروس. هناك محاور كثيرة أكيد محمد الغروس، وكنا وقفنا في واحد المسألة شائكة شائكة بزاف اللي هي قانون الإجهاض، والسؤال طبعا اللي كتطرحوا كثير من الفعاليات من الأطياف ديال المجتمع، واش غيكون اجتهاد في قانون الإجهاض على الأقل لفائدة الحالات ديال الاغتصاب، الفائدة القاصرات زنا المحارم، يعني هناك حالات كثيرة اللي غير إنساني أنه نطلبوا من ديك الفتاة أو من ديك المرأة أنها تحافظ على هذاك الجنين لأنه هي اللي عاشت ذاك المأساة. فشنو كتقولوا السيد وزير العدل والحريات؟ لا أكيد أصلا غادي نعاودوا النظر في قانون الإجهاض، يطلق القانون الجنائي تاع القانون الجنائي، مشتغلين على القانون الجنائي، غير فكرنا أنه ندوزوا المسطرة المدنية، المسطرة الجنائية، ساليناهم بجوج الآن، سالينا قضية البراس الإلكترونيك أو القيد السوار الإلكتروني، واحد المجموعة تاع النصوص درناها تاع القانون الإدماني إلى آخره، وحنا الآن ممكن مجموعة تاع القوانين أخرى مرتبطة من ناحية القانون، الآن حنا الآن كنشتغلوا على القانون الجنائي الآن. القراءة الأولى درناها والقراءة الثانية بغينا نديروا على القانون غير تقريبي، يعني الأجل من شهر 4 ولا شي حاجة يكون سهلة، سجل عليا 30 في شهر 4 راك عندي كازين، إلا بقيت وزير ما بقيت وزير لا درما عليا، باش نقول 2023 2023 وغادي نبقى وزير بين قوسين، أنا راسك ارتاح باش جونا فريك ما عجباش الحال. دابا لا أنا غير بغيت نقول لك 2023 2023 أفريل يكون عندكم القانون الجنائي، وحنا راه كنناقشوه، أن خلاف كبير تعرف في اللجنة اللي كتناقشوا كتكون فيها المستشارين والمديرين، هنا خلافات كبيره عندنا المحافظ وعندنا المفاتيح وعندنا اللي من عند التجربه هذوما المغاربه، ايوا كنحاولوا نوصلوا لبعض التصورات اللي يمكن تفيد. والمساله الاساسيه جدا القانون الجنائي غنخرجوا، وغادي نخرجوا، غيوقع فيه نقاش مزيان، يوقع فيه نقاش ولكن غادي نخرجوا، حيت كاين اشكال اليوم بعيدا عن بعد الحقوق في موضوع الاجهاض، كاين عقوبات، كاين عقوبات الارواح ديال الناس اللي كيموتوا، كاين الاجهاض خصنا نخفوا الاجراءات فيه، ما بقاش نعقدوا الامور. المساله الثانيه كاين عقوبات الاعدام منتشره بواحد الشكل كبير، ملي كنخفوا الاجراءات فيه يعني مع الحالات ولا بشكل عام؟ انا رايي بشكل عام، الاخرين تيقولوا بحالات، هذا هو النقاش اللي عندنا، الاخرين تيقولوا بحالات. ثانيا كاين بعض الاجراءات الجديده منها اداء ثمن السجن، علاش غادي ندي لواحد السجن غير يخلصوا لي؟ الله ما تدخل فلوس للدوله ولا تدي واحد للسجن. عندنا مثلا الحالات العاوده، عندنا مجموعه تاع الامور اللي غادي نعيدوا في النظر، كاين بعض الجرائم فيها شي عقوبات غريبه لا تناسب طبيعه الفعل الجرمي، كبيره بزاف. كاين بغينا اولا الساده القضاه اللي هما اعضاء هذه اللجنه اللي كيشتغلوا معايا واللي هما اعضاء في الديوان او مديرين عندهم تجربه في المجال الجنائي، فعندهم تعرفوا المشاكل ديال القانون الجنائي. وانا عندي اهتمام بالمجال الحقوقي، وكاين الاخرين عندهم تكوين في الشريعه وعندهم، وكاين عندنا نقاش حاد، علما انني محيط في هذه اللجنه كنقول لهم ما تعاملوش معايا كوزير، تعاملوا معايا كعضو. نعم. فكاين المحدد ان شاء الله، ها هو السي الغروس سجل عنده خا شهر افريل، بغيت نجيبه الان انا قبل من شهر افريل غير كيحني تاع السي الغروس. واخا سؤال من الاسئله اللي كنتوصلوا بها، واش كتطبق عقوبات الاعدام فعلا بالمغرب؟ لا ما كتطبقش.